بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كلام في الطب. النهاردة عندنا مرض العصر زي ما بيقولوا، أو مرض اللي هو منتشر بنسبة كبيرة، ليه أخطار وناس كتير بتهمل الموضوع ده، وهو مرض السكر. النهاردة معانا الدكتور محمد بكري، هيكلمنا عن حاجات كتير فيه بقى، أسبابه ومرضه، المرض بتاعه وعلاجه والكلام ده. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. يا نبيل غالي، دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه اسباب المرض من الاول، بيجي ازاي، بيبقى ايه توابعه، الكلام ده عايزين نبتدي بايه، يعني بايه اسبابه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا ثلاث مشاكل تمام او ثلاث اسباب لمرض السكر. تمام اول حاجه طبعا الثلاثه كلهم متعلقين بالاكل، زي الفل. تمام. بس سمنه، نشويات، سكريات. تمام. سمنه، نشويات، سكريات، ده اللي متعرف عليه، الثلاثه اللي متعرف عليهم في العالم كله اللي بيسبب مرض السكر. انا العبد الفقير لله بضيف سبب رابع، وهو طريقه علاجه، اللي هي طريقه علاجه اللي احنا الخطا اللي احنا ماشيين عليها النهارده وخاصه في مصر. طريقه علاج الخطا ازاي؟ احنا عندنا نوعين من السكر الاول، تايب 1 وتايب 2. سكر من النوع الاول وسكر من النوع الثاني. السكر من النوع الاول ده اللي احنا بنقول اللي هو علاجه كله انسولين. يعني ايه مرض السكر؟ يعني احنا بنقول ان فقدان الانسولين في الدم، مفيش انسولين في الدم، ف ده ملوش حل غير ان هو بياخد انسولين. الانسولين بيبقى حاجه العلاج الثابت، يعني مفيش حل غير انه بياخد على انسولين. الدوائر بقى، البنكرياس مبقاش يفرز انسولين، فاحنا بنضطر ندي انسولين خارجي. تمام. بس عندنا بقى سكر النوع الثاني ده، وده اللي بيبقى بنسبه كبيره بسبب موضوع الاكل ده. هنا بقى احنا علاجه في مصر، هنا علاجه كارثي. احنا بنعالجه في مصر غلط. بيجي المريض اول ما طبعا بيحس الاول مثلا ايه اللي هو بيعرف ازاي ان هو عنده سكر، مثلا كتر التبول، ياكل كتير وما يشبعش، يجوع كتير، يشرب كتير وما يشبعش. كل دي اعراض، كل دي اعراض، اعراض سكر على طول. فبيضطر يروح مثلا لدكتور البطنه. بس اول حاجه الدكتور بيديها على طول، بيدي السيلوفاج او الجلوكوفاج، لكن ما بيبصش خالص لقصه الاكل. وهنا الكارثه. هنا اصلا العلاج اساسا رقم واحد الاكل، لان المشكله اصلا جات لي من الاكل. العلاج رقم واحد بيجي من الاكل بالظبط. واحنا عندنا موضوع الاهمال ده بالذات، في موضوع الاكل ده اكتر حاجه شائعه اصلا. ما هي دي المفروض ان احنا في اولا اللي بيعالج السكر من اللي هو التايب 2 ده مش دكتور باطنه، بيبقى حد اخصائي، دكتور اسمه كده اخصائي تغذيه علاجيه. أيوة. هو وظيفته انه يظبط موضوع الاكل والشرب ده، موضوع النيوتريشن ده. ملوش علاقه خالص بدكتور بطنه او كلام. دكتور بطنه اصل حاجه عنده بيروح جايب روشته وكاتب سيلوفاج او كاتب الجلوكوفاج او كاتب الادويه اللي هي بتحتوي على الماده دي. لكن احنا عندنا مشكله، عندنا اهم حاجه في الدنيا ضبط الاكل. السكر من النوع التاني ده في العالم كله النهارده بقى بيتعالج في 3 4 شهور، ما بقاش مرض طبعا. بس احنا عندنا المرض السكر النوع الاول ده مرض خلاص، اللي هو بيعتمد على الانسولين خلاص، البنكرياس ما بقاش يفرز انسولين، فاحنا بندي الانسولين الخارجي. تمام. لكن النوع الثاني خلاص ما بقاش مرض. بس وخاصه ان احنا بقى ان شاء الله ربنا كرمنا وصلنا لحاجه كويسه جدا، ده ان نعمل حاجه كويسه جدا، ده احنا بنساعد بيه. لكن احنا بندي معاه كورس رياضه وكورس اكل، لازم كورس اكل، لازم نبعد عن النشويات والسكريات. هو دلوقتي النوع الثاني بتاع المرض اللي هو تايب 2 ده، هل ما يعني بقى يعني بقى ما بقى يعني ما بقاش يعني بقى ليه علاج، عشان يعني هو ما بقاش يتحل، ما بقاش مرض عشان ليه علاج، يعني ما بقاش مرض خالص. ما هو مفيش حاجه اسمها ما بقاش خالص. يعني هو احنا هو المسمى بتاعه تايب 2 سكر من النوع الثاني اللي هو تايب 2، لكن هو ما بقاش مرض. لا خلاص، النهارده احنا على مستوى العالم كله ليه حلول. تمام. احنا النهارده عاملين له حل جميل جدا، وحل سهل جدا، وحل بسيط جدا، وحل رخيص جدا، وكمان معاه النصيحه بقى احنا بنتكلم فيها دي بقى، كورس رياضه بناخده، كورس ماشي، ظبط الاكل، نبعد عن النشويات، عن السكريات. وانا براهن بعد براهن في 4 شهور ان شاء الله باذن الله ان الدنيا تتظبط جدا جدا بالدواء ده، مع النصيحه اللي احنا بنديها، كورس الاكل، النشويات، السكريات، ومع الرياضه، المشي على الاقل حتى 10 دقائق يوميا. لازم هو يعني نظام، يعني لازم بيكون نظام للحياه عموما، يكون هو يعني تغيير، لازم يبقى ماشي عارف هو بيعمل ايه كويس في الموضوع ده، في الستيبس دي بالظبط. طيب دلوقتي الانظمه الغذائيه، يعني موضوع حاجه زي ما انت قلت بالظبط، الموضوع واقف كله على الاكل. طيب الانظمه الغذائيه بتبقى ماشيه ازاي تقريبا؟ يعني بيبقى اللي عنده السكر ده بينظم اكله بقى ازاي، غير كم في الاول؟ او هو موضوع ان انا بس هعرف حضرتك بعد ما اخد اتصال دلوقتي. الو الو، ايوه صباح الخير. ازيك يا ايمان؟ الحمد
الحمد لله. صباح النور، سؤالك اتفضلي. تمام، انا كنت بس عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي، معاك تمام. الدكتور. هو انا بابايا عنده السكر، تمام، بس هو مش بيتعالج بالانسولين، هو بياخد برشام بس مش فاكره اسمه ايه دلوقتي حاليا. تمام. هل بقى المنتج ده هيبقى في، يعني مش هيضطر ان هو يستخدم الانسولين، ولا يضطر ان هو يستخدم برشام، ولا يضطر يستخدم اي حاجه تاني؟ طيب، هو الدكتور هيجاوب على سؤالك دلوقتي حالا. تمام، اتفضل اتفضل. طيب يا دكتور، حضرتك اتفضل. ممكن ايوه، احنا بنقول هنمشي على هنستخدم البرشام دون 48 ساعه بس مع الدواء بتاعنا، مع الدواء يعني بعد يومين يعني بس هنوقفه. ده يكون كافي مكان الانسولين يعني؟ طبعا. طب مش الانسولين، هو بياخد، هو ده سكر تايب 2 اللي بتتكلم عنه، تايب 2. وبياخد ان شاء الله بالبرشام هو اللي او يوقف البرشام بعد يومين، بعد 48 ساعه. لكن مع الدواء دون بيمشي عليه معلقه بعد وجبه الفطار، الدنيا تبقى مظبوطه جدا معانا، وبيقدر يقيس السكر بعد 48 ساعه من استعماله، برضه تبقى الدنيا مظبوطه جدا معانا. تمام. طيب ده سؤالك، كنت بتسال عن الانظمه الغذائيه. الانظمه الغذائيه بقى هي دي السؤال المهم. اولا الدكاتره بتوع البشري، بتوع التغذيه العلاجيه المحنكين او بتوع التخسيس، ما فيش حاجه اسمها نظام غذائي فطار غدا عشاء، ان يعني ان مشي العيان او مشي المريض على اكسرسايز فطار غدا عشاء، في الفطار تفطر كذا والغدا لا. احنا بنظبط، بيبقى نظام حياتي، بيبقى نظام معيشه. نظام معيشة ازاي؟ بيعتمد اول على شرب الميه على الريق وقبل كل وجبه، عشان بنعمل عمليه بالونه معده طبيعيه كده، نقفل الشهيه. بعد كده بنوقف حاجات معينه. تمام. بنوقف اللي هم الايه، احنا بنسميهم المخاطر الثلاثه، نشويات والسكريات والفاكهه. الفاكهه الفاكهه مشكله جدا لمريض السكر، مشكله سكريات بكل انواع الفاكهه عموما. مشكله جدا لمريض السكر بس. وبندي مشروبات بقى، المشروبات العاديه بتاعتنا، بندي قرفه، بندي جنزبيل، ممتازين جدا في بنعلي بيهم معدل الحرق، نرفع بيهم بنقلل بندي طيب. سكريات طبيعيه. تمام. بنقلل بيهم، بندي انسولين طبيعي بيهم. تمام. طيب احنا معانا مدام اماني من اسماعيليه. صباح الخير يا مدام اماني. صباح النور يا فندم. اهلا بيك. كنت بسأل حضرتك، جوزي بياخد انسولين، فكنت عايزه اعرف المنتج دوت هيغنى جوزي عن الانسولين؟ طيب الدكتور عنده كام سنه؟ معاك. هو مريض سكر بقاله سنين يعني، فالشكشكه وكده، فهو تعب، فعايز اخد له حاجه تكون كويسه معاه. بسألك عنده كام سنه؟ جوزي عنده 65 سنه. 65. جميل، ماشي. تمام. ده هيكون بديل للانسولين، يعني احنا بنقول ان السكر من التايب 1 اللي هو بياخد انسولين ده ملوش علاقه في اي حته في الدنيا، بيمشي على طول على انسولين طول حياته. احنا بقى بندي ده بديل للانسولين عشان موضوع الشكشكه اللي حضرتك بتتكلمي فيه دوت. يا فندم. يا فندم. بندي بديل للانسولين جدا. بندي بديل للانسولين بس بدل ما مريض التايب 2 بياخده، او السكر النوع الثاني بياخده مره، مريض الانسولين اللي بياخد انسولين هياخده مرتين. تمام. مره بعد الفطار ومره قبل النوم. تمام. تمام. تشك دلوقتي دكتور. تمام. طيب احنا السكر يعني هل يعني من بدايه مثلا الناس اللي بيجي لها سكر بدري، يعني من مثلا من 15 سنه و18 سنه والناس قبل كده و6 سنين و7 سنين، ناس يعني بيبقوا مثلا مولوده بيها، والناس اللي كنت اعرفهم وبيبقوا موجودين، وفي ناس الكبيره طبعا اللي هي الحالات اللي بتبقى موجوده. طيب ده هل التعامل بيفرق؟ يعني التعامل السن ده غير تعامل السن ده، ولا هو بيبقى تقريبا هما الاثنين واحد؟ هو اللي نازل بيه ده، يعني احنا سكر ليه كذا شكل. تمام. في سكر الحمل، سكر العارض، ده اللي بيجي للستات الحوامل. ده بيكون سببه العامل النفسي. العامل النفسي، الضغط النفسي. تمام. السكر بيجي من ضغط نفسي. احنا قلنا ضغط نفسي بيجي من سمنه، بيجي من سكريات، نشويات. فهو ملوش سن معين، احنا في اطفال بتتولد بسكر، بس دي طرق علاج معينه. واحيانا كتير جدا بيبقى سكر من النوع الاول، بيبقى تشخيصه من النوع الاول، ونضطر ندي انسولين من اول يوم. طيب احنا معانا مدام منال من مدام منال من السويس. اهلا وسهلا بيك يا مدام منال. مدام منال، الو. طيب
نكمل في موضوع ان الفرق العمر اللي ما بين السكر، تعامل الكبار غير الصغيرين والكلام ده برضو. انا بقول لحضرتك احنا بنبدا الاول الاطفال ده، يعني الطفل ده احيانا بيكون مولود بالسكر، بس في العمر بقى ما بتفرقش معانا، ما بتفرقش مثلا يعني اللي 16 17. احنا الاول انا شخصيا ما ببداش بانسولين نهائي. تمام، هي دي جريمه. ما رجعت لنا تاني، اهلا وسهلا بيك. الو، ايوه، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اهلا وسهلا، اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. عاوزه اكلم الدكتور معلش. الدكتور معاك، اتفضلي اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا والدتي بتاخد انسولين بقالها سنين وتعبانه جدا. عمرها قد ايه؟ وزنها قد ايه يا فندم؟ عمرها 60 سنة. وزنها 120. 120؟ اه. طولها؟ طولها 160. 160. طب هي يعني واضح ان في بدانة جامدة اوي، يعني لازم تنزل. يعني اولا رقم واحد لازم تنزل، ثانيا زي ما قلت لحضرتك، زي ما قلت في الاتصال اللي فات، ان الدواء بتاعنا ده هيكون بديل للانسولين، مش هيكون علاج نهائي، هيكون بديل للانسولين. لكن مع نزول، نعم، ينفع حضرتك يعني ناخد مساعده؟ يا فندم عادي، يعني تواصل مع ال بس الظروف بتاعتنا صعبه، فانا نفسي اساعدها باي حاجه. لا لا، تواصل بس معاهم في الكنترول، وان شاء الله سهله يعني اللي انت اللي حضرتك عايزاه. ان شاء الله زي ما انا قال يكون الكنترول مع حضرتك ويتعامل معاك ان شاء الله. طيب التعامل بقى، يعني الناس بقى، يعني التغيير بالنسبه للناس ده بيبقى حاجه صعبه، يعني كون ان انا كنت واحد مثلا باكل نشويات وسكريات والكلام ده، كون ان انا هغير بقى ان انا انظم اكلي وابعد عن الحاجات دي، لان هي دي اللي بتاثر. التعامل بقى النفسي وان الكلام ده اصلا بيأثر على نفسهم. تلات سموم، انا بسميهم تلات سموم. طبعا طبعا. ما هما بقى دلوقتي الواحد كان يعني بالنسبه لهم بالنسبه له دي كانت حاجه، يعني حاجه ثابته، وما يحسش انه ويحس ان هو هبطان وتعبان لا خالص. ما احنا برضو ما احنا انا لما بقى بوقف عيش او بوقف سكريات او بوقف نشويات، انا بدي بدايل. تمام. احنا بندي في الانظمه الغذائيه، بندي بدايل، بس احنا زي ما قلت لحضرتك احنا ما بنديش انظمه غذائيه بحته. مش دايت يعني، ما بقولوش ما بديش اكسرسايز بحت. لا احنا برضو اصلا مش هينفع اخلي واحد اقول له مثلا انت هتاكل واحد اتنين تلاته بس مش هتبعد بقى انت عن السفره دي، يعني عشان الناس قاعده بتاكل اللي حاطين خروف قدامهم، حاطين مش عارف ايه، فانت مش هتاكل معاهم. لا، العامل النفسي هنا بس بيجيب لي نتائج عكسيه، بيسبب لي نتائج عكسيه. تمام، انا مش حابين كده. تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين نتعرف على المنتج اللي حضرتك جايبه معانا. ايه بقى، ايه يعني نظامه بيشتغل ازاي وكبديل للانسولين؟ ده مكمل غذائي. تمام. انا لما جينا عملناه احنا زي ما قلنا مالناش صله بالانسولين نهائي، مالناش علاقه بالسكر التايب 2 التايب 1 خالص، النوع الاول خالص، ده معتمد على الانسولين، ده مكمل غذائي بنعتمد فيه على علاج السكر من النوع الثاني. بنتكلم ان هو بعد 3 ايام بنبدا نقيس السكر، بنتابع على الاقل بينزل من 30 ل 40% من النسبه المعتاده بتاعته بتاعه المريض. بنقول في 4 شهور الاستعمال لمده 4 شهور بنظبط موضوع السكر نهائي. طيب. بنحتاج انسولين ولا بنحتاج ادويه ولا بنحتاج برشام؟ ما شاء الله. تمام. بس معاه لازم نظبط جزئيه الاكل، لان الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دي نشويات. جزئيه الاكل دي شيء اساسي، يعني ده لازم تكون اهم حاجه. عشان طبعا احنا مش طالعين مش 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 طالعين نعمل سحر، او مش طالعين هو مش سحر فعلا. مش دي مش جايبين دجل معانا، احنا بنقول موضوع السكر من النوع الثاني مش مرض، ما بقاش في العالم كله النهارده مرض، ما فيش غير عندنا في مصر بس، مش مرض، بس مش مرض ويحتاج دكتور يكتب ادويه. لا، لازم انظمه غذائيه. تمام. مع الدواء بتاعنا ده الدنيا بتظبط جدا وتبقى جميله جدا. في 4 شهور ان شاء الله بننسى ان في سكر خالص، بننسى، بيبقى انسان طبيعي جدا، بيعيش حياته عادي جدا جدا. تمام. افضل من الاول. طيب دلوقتي العلاج ده يعني اتفقنا انه بيعالج التايب 2 بس في السكر، طب هل بيساعد في التايب 1؟ ايوه، احنا قلنا بنديه بديل للانسولين، بديل كبديل للانسولين. ايه عشان موضوع الشكشكه دون والالم اللي بيتم منه، وبعدين هم معظمهم كلهم كبار سن، فبنديه بديل ليه. تمام. بس بنديه على 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 يعني بنديه مرتين، لكن مرتين. المريض العادي بنديه مره واحده اللي هو التايب 2، طيب لكن التايب 1 بنديه مرتين. تمام. السؤال الاهم بقى،
الناس بقى اللي هم المرضى الكبار السن بقى، دول بيبقوا التعامل معاهم بيبقى اصعب بكتير طبعا من الناس اللي كنا دلوقتي كنا بنتكلم على موضوع العمر وازاي بيفرق في السكر. التعامل مع الناس الكبيره بقى بيبقى ازاي؟ يعني هل بيفرق ولا الناس الكبيره دي هتبقى مثلا مش ما بيحتاج حد متابعه طبعا، ومش ممكن ما يكونش هو بينتظم لوحده، وبالذات موضوع التغذيه ده بالنسبه للناس الكبيره دي بيبقى اكيد اصعب بكتير. الدنيا النهارده ما بقاش، النهارده ما بقاش ال 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 ما بقاش يعني في اخر 20 سنه نسبه اصابات السكر للشباب اكتر من الكبار. في اخر 20 سنه النسبه زادت جدا بالنسبه للشباب. تمام. بس الاكلات الغلط، عدم ممارسه الرياضه، مش العامل النفسي عند الشباب، المشروبات الغازيه دي مشاكلها كتير جدا. اه طبعا طبعا. اه يعني ده ممكن نحطه السم رقم 5 مثلا بعد النشويات والسكريات والكلام ده. بالنسبه للشباب بقى بقت حاجه، بقت حاجه بديهيه، وبقت حاجه روتينيه، فدي بقت بتسبب مشكله معانا تاني، فمشكله جديده خالص للشباب. لكن بالنسبه لكبار السن العامل عندهم بيبقى نفسي اكتر منه مرضي. اكتر منه عرض او اكتر منه مرضي، العامل النفسي اكتر، بس فيبقى التعامل معاهم نفسي طبعا افضل اكتر يعني. بس وخصوصا ان هم السكر بتاعهم بيبقى معظم تشخيصه تايب 1، فبيبقى أيوة. موضوع الانسولين بقى وشكشكه والكلام ده، ونزول السن ونزول الوزن طبعا بيبقى صوره ملحوظه قوي، فالعامل النفسي رقم واحد طبعا. عن نفسي. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن كام نقطه كده معانا. دلوقتي عايزين نتكلم عن السكر الوراثي ده بقى، بيبقى ده مش بيبقى شيء تبع حد يعني، بيبقى هو مولود بيه، يتم التعامل معاه ازاي بقى؟ هو انا ما بحبش مصطلح السكر الوراثي ده. تمام. لان انا برضو بقول مش عايز اقول، مش عايز اكون ضده، الدكاتره البشري كلهم معترفين بيه وكامل، بس انا ما بحبش موضوع سكر الوراثي ده هون. لان الجينات الوراثيه، التعامل في 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 الغرب او في او في بره يعني في الدول الاجنبيه، التعامل بالجينات الوراثيه ضئيل جدا. فاحنا هنا في مصر ده وراثه، اصل ده ابو تخين، اصل دي امه عندها سكر، مفيش الكلام ده يعني. هو اصلا يعتبر ضئيل جدا، التعامل بيه ضئيل جدا جدا بره، لكن احنا هنا في مصر المعترفين بالموضوع ده. انا شخصيا ما بحبش ان انا اقول ان دي في مرض وراثي او عامل وراثي، حتى لو هو المرض متتابع يعني جاي من الجد والام ولا هي ملهاش علاقه خالص. انا ما انا بقول، ما انا قلت لك انا ما بحبش الموضوع ده، لكن انا لكن في دراسات يعني اعترف بيها والناس ما اعترفتش بيها، بس لكن انا ما بحبش، انا شخصيا ما بحبش موضوع ان اصل ده مرض وراثي، اصل ده مرض، لا اصل مرض وراثي، هل الاسباب متشابهه؟ يعني هل اصل مراثي دي يعني مراثي يعني دي يعني الاسباب متشابهه؟ استحاله. طيب. استحاله. انت بتدخل عند الدكتور مثلا بيبقى فيه 30 40 كشف، دكتور بقى 30 40 كشف ممكن يكتب، ممكن يعني الاعراض واحده، اعراض البرد واحده، لكن اسبابها مش واحده، فبالتالي علاجها ما بتبقاش واحده. طبعا طبعا. بس طيب احنا خلينا نتكلم عن السكر عند الحمل، ازاي بيأثر ازاي على الام والاثر على الجنين؟ سكر الحمل، سكر بيبقى سكر عارض وسكر سريع، واحيانا ما بنحتاجلوش لعلاج، لان جزئيه الادويه اثناء الحمل دي بتقعد نسا هم اللي بيظبطوها، لكن سكر بيبقى سكر سبب رقم واحد للعامل النفسي. تمام. رقم واحد العصبيه، التوتر سبب، لكن هو بيزول جدا بعد الحمل، واحيانا بيزول لوحده، ولو ما كانش بيزول لوحده احنا قلنا بالظبط بالانظمه الغذائيه مع الدواء بتاعنا ده، اشتغلنا عليه كتير جدا مع مع الرضاعه، بعد الحمل مش اثناء الحمل. تمام. بعد مع الرضاعه ممتاز جدا يعني. تمام تمام. طيب دلوقتي هو دلوقتي الطفل بيتولد بالسكر، لو يعني ساعه الحمل لو السكر، لو الوالده عندها السكر، هل ده شرط يعني مش ولا شرط؟ لا مش شرط خالص. شرط. تمام. مش شرط. احيانا بيكون الطفل نازل مريض سكر ولا الام ولا الاب عندهم سكر. طيب دلوقتي السكر بيؤدي احيانا لبتر الاطراف، اللي بنسمع اغلبيه الوقت عن القدم السكري والكلام ده والغرغرينا والكلام ده، يعني الـ 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 الاعراض دي بقى، هل دي بتبقى يعني دي بتوصل للسكر لاقصى درجاته فبيأثر بقى، يبتدي يأثر على الجسم، ولا دي تبقى حاجه لوحدها خالص بره عن السكر؟ ما احنا قلنا يعني ربنا ربنا يسامح الجماعه بتوع البطنه دول. لما بيجي يدخل المريض عليه
اسهل حاجه عنده انه يجيب ورقه وقلم ويكتب ادويه. اه بس فخلاص انت مشيت المريض على دواء شهر 2 3 4 سنه من غير ما تقول له اكلك وشربك ونومك ومشيتك وحركتك ورياضتك، خلاص انت كده بعد 3 4 سنين بتقول له هنبقى ناخد انسولين. طب خلاص بعد 3 4 سنين نبدا ناخد انسولين. هنا احنا عندنا هنا الشعب المصري صعب جدا، خلاص طالما انت ما ولفتوش من الاول او ما اعتادش من الاول على انظمه معينه على رياضه معينه، برضه حتى في مرحله الانسولين تبدا الدنيا تقع منه. فبنبدا من هنا بقى موضوع القدم السكري، الغرغرينا، الكلام ده، الرجل، الباتر، الصوابع، الالتهابات، اي جرح، اي جرح ما بيلتئمش. السكر ده سكر هو احنا بنقول مش مرض، بس لو اتمكن من الجسم والمريض استسلم له هو مرض كارثي. بس احنا بعيدا بقى عن الباتر والكلام ده والقدم السكريه، اي يعني الجرح نفسه لمه او التئامه صعب. طبعا. بس طيب استاذنك يا دكتور هنطلع فاصل، اعزائي المشاهدين فاصل ونعود ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية وكلام في الطب. دلوقتي عايزين نتكلم عن الضعف الجنسي، الضعف الجنسي ومشاكله. ايه اسباب الضعف الجنسي ويعني ايه اعراضه او اسبابه اللي بتيجي مثلا يقول ده كذا، يعني على الضعف الجنسي اللي بيجي يروح للدكاتره والكلام ده، ايه اللي بيبقى اسبابه يعني؟ خلينا اول نعرف يعني ايه ضعف جنسي. تمام. نقول يعني ايه ضعف جنسي؟ يعني انا عشان اقول انا مريض ضعف جنسي، ايه الدنيا معايا؟ انا ممكن اكون مريض ضعف جنسي قبل الجواز. يعني مش شرط يكون الضعف الجنسي بيشنت او المريض بعد الجواز. لا ممكن بس بنقول سرعه قذف، بنقول ضعف انتصاب. تمام. دي اعراضه. بنقول تسرب بريدي، دي جزئيه ما اتكلمناش فيها الحلقه اللي فاتت، كنا برضو عايزين نشيل تسرب بريدي. تمام. مشاكل كتير جدا في موضوع الضعف الجنسي. اسبابه كتير، خلل في جهاز المناعه. الممارسه الممارسه طبعا الغير شرعيه. تمام. ممارسه على السريه. تمام. برضو عشان يعني الاكلات اللي هي السريعه، الاكلات التكاوي والكلام ده، وان ده مشاكل كتير جدا طبعا. من ضمن مشاكله مشاكل الضعف الجنسي. تمام. ده هو يعني كان حضرتك بتتكلم في الاعراض اللي هي كمان الفاست فود والكلام ده، الاكل ده منتشر بطريقه رهيبه، والناس يعني اللي في سني والاقل مني بياكلوا الكلام ده على طول يعني، فدي يعني دي كمان تبقى اعراض من بدري انها تسبب حاجه زي كده. تمام. طيب ايه يعني في ممكن، هو حضرتك قلت ان مش شرط يكون بعد الجواز، لكن ممكن يكون قبل الجواز كمان. طب في سن معين ممكن يبتدي بقى يبان بعد سن البلوغ على طول؟ يعني هو بعد سن البلوغ مباشره. سن البلوغ بقى واحيانا بتظهر، ودي بيعرفوها الاب والام اكتر. احيانا يعني ما بنبقاش مثلا لاقيين علامات البلوغ، مثلا بدات تظهر بعد 12 13 سنه. بس فاحنا بنشوف بنشوف هرمون الذكوره، نبدا نشوف هرمون الذكوره. تمام. يا جماعه بتوع البشري بقى بنبدا نشوف معاهم هرمون الذكوره، بس عشان من هنا نبدا نحدد طرق العلاج. نبدا نحدد طرق العلاج من هنا، نبدا نحدد طرق العلاج. يعني احيانا بيتم بس دي بتتم بعد سن معين، تدخلات جراحيه. بس احنا بدانا في الفتره الاخيره، المنتج اللي احنا بنتكلم عنه النهارده او اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، الفتره الاخيره نعمل حاجه نعالج بيها 90% من 90 او ما يقرب من 95% من مشاكل الضعف الجنسي. تمام. اضيف على ذلك كمان مشكله الحمل المنوي، السائل المنوي. تمام. احنا قدرنا نتغلب عليها، ومشكله التسرب البريدي، المشكلتين دول اللي هم موجودين في الـ في الـ في, الـ في العقار بتاعنا، اللي هم رقم واحد في موضوع العقم. تسرب وريدي، المشكله الشائعه قوي اللي هي ضعف حمل منويه، عدم الحركه. تمام. مشكله في الحركه، مشكله في اللزوجه. تمام. كل ده احنا بفضل الله بالتركيبه بتاعتنا بالشغل بتاعنا قدرنا نتغلب عليه جدا في فتره بسيطه جدا. تمام. بنتائج هائله جدا بفتره بسيطه قوي. طيب هنقل حضرتك من الضعف الجنسي للتاخر في الانجاب، تاخر في الانجاب ومشاكله وبرده اسبابه ايه؟ عايزين نعرف اسبابه ايه. ما احنا قلنا اسبابه بتختلف من شخص للتاني ومن سيده للتانيه. تمام. اسبابه بتختلف، احنا عندنا قلنا في مشاكل في الحيوانات المنويه. عند الست مثلا في مشاكل في التبويض، خلل في التبويض، خلل في هرمونات، مشاكل مثلا كانت قبل الجواز وهي لسه بنوته مثلا، كان عندها مشاكل في الدوره الشهريه، مشاكل في عندنا يعني انا لسه جاي لي حاله من كام يوم، بنت عندها 34 سنه ولسه انسه وما عندهاش حاجه اسمها بيريود خالص، ما عندهاش دوره شهريه، ما فيش
ما فيش 3 4 ايام اللي بيكونوا في الشهر دول ما فيش الكلام ده عندها. تمام. فالسكوت على الموضوع ده مش لذيذ طبعا. دي برضو من الاسباب اللي بتسبب العقد عند الـ عند الـ وعدد الحيوانات المنويه برضو بالنسبه للسيده احيانا. نعم. يعني عدد الحيوانات المنويه قصدي بالنسبه للرجل بيأثر اكيد على يعني على التاخر في الانجاب، ولا بيبقى من السيده بس لا ما هو عدد الحيوانات المنويه طبعا. قلنا الراجل بيحتاج من 12 بدايه من 12 مليون حيوان منوي عشان نبدا نقول ان هو الراجل ده قادر على الانجاب. تمام. بس حيوان منوي مكتمل، يعني مكتمل يعني مفيش لزوجه، يعني الحركه جيده جدا، سائل منوي مكتمل. تمام. طيب هل يعني بيبقى يعني التاخر في الانجاب ده بيبقى ليه علاقه بسن برضه، يعني بالسن المعين اللي هو مثلا يعني من 21 22 مثلا بيبقى ليه علاقه بالتاخر في الانجاب من الفتره دي، حتى وهي يعني حتى في الفتره دي بتبقى المفروض ان الطبيعي بيبقى بين الراجل والست يعني بيبقى ده الطبيعي، ولا بيبقى ليه ما لهاش علاقه بالسن اصلا؟ يعني ممكن بدايه من سن البلوغ البنت تخلف. تمام. بس ده متوقف بقى من 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 جسم للتاني، لكن بدايه من سن البلوغ البنت مؤهله انها تخلف بداية من سن البلوغ، وبرضه ولد من سن البلوغ مؤهل ان هو يبقى اب يخلف. طبعا ده بقى احنا بنتكلم بقى في النظام المجتمعي اللي احنا فيه النهارده. نقول مثلا من 18 مثلا بنبدا من 18 نعتمد عليها يعني كأنثى، او من 19 نعتمد عليها كأنثى تتحمل حمل تتحمل الولاده الكلام. طب حضرتك دلوقتي ايه اللي حضرتك اعتمدت عليه عشان نعالج مشكله زي دي؟ انا عملنا تركيبه بقى لنا فيها اكتر من 12 سنه شغالين بيها، بقى 12 سنه وبقالنا اكتر من 3 4 سنين مسجلينها، فضل الله حاجه ممتازه جدا، حاجه متجربه. بنعتمد فيها على اهم على علاج اهم مشكله بتقابل الراجل في موضوع العقم، وهي مشكله الحيوان المنوي. بس ضعف حيوانات منويه. صحيح. ضعف حيوانات منويه، قله عدد حيوانات منويه، موضوع اللزوجه، موضوع الحركه، موضوع التشوهات اللي موجود. تمام. بنعالج بيها كمان لو في مشاكل في الخصيه، سواء ضمور او سقوط او الكلام ده. بنعمل عالج فيها حاجه مهمه جدا، مشكله مهمه جدا في موضوع العقم او في موضوع او في موضوع الذكوره، وهي التسرب الوريدي. ودي مشكله جدا بتقابل معظم الشباب النهارده، مش هنقول بس الكبار، بتقابل معظم الشباب النهارده. التسرب الوريدي ده بيسبب مشكلتين مهمين، مشكلتين صعبين جدا، عدم الانتصاب، او بيسبب مشكله كمان يمكن البعض غفلان عنها، مش عدم انتصاب بس، لا بيسبب مشكلة وهي سقوط العضو الذكري اثناء الجماع. يعني مش عدم انتصاب بس كمان ان انا ما عنديش انتصاب، لا ده هو في انتصاب جميل وكل حاجه، لكن بيبقى في ضعف بقى، بيضعف مره واحده ايام وقت الجماع. فاحنا بفضل الله قدرنا بالتركيبه دي نعالج موضوع التسرب الوريدي، نعالج موضوع ضعف حيوانات منويه، نعالج موضوع ضعف انتصاب، نعالج موضوع سقوط القصف. تمام. طيب معانا اتصال فتحيه. الو الو فتحيه. الو فتحية. الو الو الو. ايوه صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك، اتفضلي سؤال حضرتك. الو. ايوه اتفضلي سؤال حضرتك، اتفضلي. دكتور انا متجوزه بقالي يعني كمل سنه تمام، ومحصلش يعني محصلش حمل لحد دلوقتي، رحت للدكاتره كتير وبرده جودي يعني جه للدكاتره خدنا علي برده محصلش نتيجه. هو انا جوزي عندي ضعف حيوانات المنويه، فانا لو خدت المنتج ده ومشيت عليه منتظمه تمام هيعمل النتيجه. المشكله فين يا فندم؟ هو عمل جوزك عمل تحليل؟ يا فندم عمل تحليل. النسبه كام في الحيوانات المنويه؟ 5 مليون. 5 مليون والحركه؟ طب 5 مليون ضعيف جدا يعني. ضعيف. والحركه؟ ضعيفه برضه. طيب تمام. طب وانت عملتي سنور وكده وعملتي اشعاعات شفت الدنيا فيها ايه؟ يا فندم برضو في مشاكل في البويضات في التبويض. تمام. وبرضو خدنا العلاج ومشينا عليه وما حصلش برضو حمل لحد دلوقتي. طيب تمام، هروح اجاوبك. شكرا. طيب يا دكتور ايه الحل بالنسبه للحل؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده في الجزئيه دي اللي هي الترابط ما بين الزوج والزوجه في مشكله معينه. تمام. بخلاف المشكله اللي كل واحد بيواجهها. تمام. يعني احنا عندنا الزوج بيواجه مشكله، عندنا 5 مليون حيوان منوي بس، ضعيف جدا جدا جدا، احنا على الاقل محتاجين ضعفينهم. هي كمان الاستاذه عندها مشاكل في التبويض. تمام. فبنقول ان التركيبه دي هو الزوج هياخد منها. تمام.
الزوجه ياخد منها واحنا عاملين حاجه للزوجه تمام. اللي هي الزيت اللي احنا عاملينه اللي هو بيربط ما بين الاثنين اللي بيتاخد في اول جماع بعد الدوره تمام. اول جماع بعد الدوره تمام. وضروري ضروري جدا يكون في جماع بعد الدوره تمام. ويكون يعني كل 48 ساعه لمده 10 ايام يعني اول جماع بعد الدوره ما يكونش يوميا بيكون كل بيكون يوم ويوم لمده 10 ايام تمام. عشان دي فتره التبويض يعني هي بتاخد الزيت مره واحده ولا هو وهي بتاخد مره واحده في الشهر قبل اول جماع تمام. والعسل بيتاخد يوميا على الريق تمام. وقبل الجماع بساعه هو الزوج والزوجه بياخدوا الزيت ولا الزوجه بس الاثنين تمام تمام الاثنين. بنقول العسل قبل الجماع بساعه وعلى الريق. طبعا بعد الجماع يفضل ان الزوجه يعني تفضل زي ما هي على ظهرها كده لمده على الاقل 30 دقيقه. طيب هو فعلا يا دكتور ال 5 مليون في الحيوان المنوي كده يعني طبعا الانجاب بيبقى حاجه من عند ربنا وكل حاجه بس هل فعلا بيبقى صعب الحمل فيها؟ لازم يكون ليها حد ادنى زي ما حضرتك قلت ولا بيبقى فيها حالات وحالات ولا الكلام. لازم معجزه اقل حاجه 12 زي ما حضرتك قلت بالظبط تمام. طيب مده العلاج قد ايه بقى يعني عشان هل يعني هيبقى علاج نهائي ولا هيضطروا يفضلوا مش عايزين عالي طول حياتهم؟ لا ان شاء الله احنا بنقول علاج نهائي تمام لمشاكل السائل المنوي ومشاكل الحمل المنوي كلها مشاكل التبويض بنقول علاج نهائي بفضل الله ان شاء الله. بنقول بنبدا بعد شهر بنحلل بنشوف نتائج هايله قوي في حدود ان شاء الله 45 يوم الدنيا بتكون مقبوله جدا معانا وبنشوف نتائج طيب. هايله يعني تمام تمام. يعني احنا كلام يعني التاخر في الانجاب بقى والضعف الجنسي والكلام ده هياخدنا ليه يعني ده الحل الثابت انه لازم يكون برضو كمتابعه يعني لازم هما الزوج والزوجه يتابعوا في الموضوع ده صح كده بالعلاج والاستمراريه في الكلام ده طبعا اكيد طبعا ما فيش حاجه من اول يوم يعني لازم متابعه لازم اهتمام لازم الفه بين الاثنين لازم اقتناع بالعلاج طبعا رقم واحد الاقتناع بالعلاج الموضوع برضو فيه عامل نفسي وكده صح فوق ال 50% العامل النفسي لوحده يعني الاقتناع بالاقتناع بالعقار نفسه ده العلاج تمام تمام بس. طيب طيب الزوج والزوجه يتواصلوا مع حضرتك ان شاء الله ولا حد وحد بس يتواصل معاك واحد ولا ممكن الاثنين يتكلموا معاك عادي؟ لا هو اي صاحب المشكله يتكلم يعني صاحب تمام. المشكله بيحضر وبيتكلم وبيبقى متابعنا بالاتصال عشان نشوف النتائج ايه لان طبعا بتختلف في حالات بتختلف من حاله للتانيه بس لكن احنا بنقول بنسبه من 90 ل 95% احنا بالدواء ده بالتركيبه دي مغطيين 95% من المشاكل اللي بتقابل الزوجين في العقم تمام تمام. طيب معانا اتصال مصطفى. الو استاذ مصطفى استاذ مصطفى طيب استاذ مصطفى فصل طيب دكتور عايز حضرتك تطمن السادة المشاهدين بالنسبة للمرض ده انه خلاص الدنيا تطورت والطب اتطور انه خلاص العلاج ده ان شاء الله هيكون باذن الله في الشفاء حضرتك يا ريت تكلمهم يعني تقول خلاص يعني الحمد لله رب العالمين احنا معانا نتائج هايله جدا معانا حالات قبل وبعد معانا تحاليل تمام معانا ابحاث معموله عليه الحمد لله لا ثبت وجوده جدا و تمام. احنا مش هنطلع نتكلم معانا اساطيل يعني او مش هنطلع طبعا. نقول حاجه احنا مش قدها مش محتاجين الحمد لله نعمل كده يعني و ان شاء الله. طيب معانا مصطفى مره ثانيه. ايوه الو استاذ مصطفى اهلا وسهلا صباح الخير صباح النور اتفضل استاذ مصطفى اتفضل اسال. كل سنه وحضراتكم طيبين. انت طيب ربنا يخليك اتفضل. حقيقه يعني انا مش عارف اقول ايه من قناه الصحه والجمال على المجهود العظيم اللي بتستضيف فيه كتير من الاطباء شكرا. وحقيقه دول بياثروا المشاهدين بمعلومات طيبه هامه بتخص صحته. بالاضافه لمجموعه من مقدمي البرامج الشباب اللي بيجيدوا الحوار وبيستطيعوا منهم يطلعوا ما في جعبه الطب بتاعهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ده كرم من حضرتك اتفضل. وطبعا يمكن احنا شايفين واحد من الشباب المقدم البرامج الموجودين ربنا يبارك فيه. اتفضل. هو بس سؤال معالي الدكتور اتفضل. هل يؤثر مرض السكر على عدم الانجاب من اي من الطرفين؟ صح سؤال مهم. وهل هناك علاج
لتفادي عدم الانجاب لحامل المرض. تمام. شكرا. تمام. وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويبارك في الدكتور ويبارك في مقدم البرنامج. شكرا جزيلا. اشكرك استاذ مصطفى. استاذ مصطفى سأل سؤال مهم فعلا، هل السكر فعلا بيأثر؟ سؤال مهم وجابته صعبه يعني. اولا شكرا ليه الاول. السكر ما يأثرش بنسبه كبيره على الانجاب، هو يأثر بنسبه كبيره على العلاقه الجنسيه. تمام. العلاقه على الجماع نفسه ما بيأثرش بطريقه مباشره، وبيأثر بطريقه غير مباشره، فبالتالي لو ما تلحقش هيأثر امعن على الانجاب، لكن هو تأثيره مباشره على العلاقه الجنسيه. السكر تأثير لكن ملوش تأثير مباشر على الانجاب. لا. اه مرضى كتير جدا حاملين المرض ده وبيخلفوا وبينزل الطفل صحي جدا. تمام. بس طبعا بيكون في نسبه خطوره على الست اللي هي حامله طفل وهي عندها سكر. وكمان احيانا العمليه الجنسيه نفسها بتفشل. تمام. عشان احنا قلنا مشكله السكر احنا ممكن يحصل عندنا انصاب، ممكن ضعف انصاب، ممكن يحصل عندنا سرعات قصف. تمام سرعات قصف. طيب دلوقتي السمنه بتاثر على الانجاب كتكويناتها وكده بالنسبه لمين، الرجل ولا الست؟ بالنسبه الاثنين. يعني نتكلم على الاثنين. السمنه بالنسبه للراجل لا، بس بالنسبه للست تاثر جدا، لان السمنه بتسبب لي رقم واحد مشكله في التبويض. تمام. رقم واحد مشكله في التبويض، فده ده ده ده, ده بيأثر معايا على الانجاب عند الفيميل او عند السيده. تمام. طيب حضرتك بتعالج دلوقتي السمنه الاول ولا بتعالج ال، هو احنا مديين بقى، احنا مديين التركيبه دي مع الزيت اللي بناخده دون، بنشتغل على الحرق، بنشتغل برضو فيه على الحرق كويس جدا يعني. تمام. بس ف طيب عايزين نعرف اهم حاجه بقى، الجرعه ايه نظامها، بيتاخد ازاي، فتراتها وكده. احنا بنقول الطبيعي بتاعها. تمام. معلقه عرق يوميا. تمام. ومعلقه قبل الجماع بساعه. تمام. ده الطبيعي بتاعها، ده شغل اللي هي الشغل بتاعها. بالنسبه للزيت او عشان البنوت او السيده، مدينه قبل اول جماع بعد الدوره. تمام. انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد بكري، نورتنا النهارده. وبشكر اعزائنا المشاهدين اللي متابعينا في كل مكان، نورتونا والسلام عليكم.